احنا بنختار الفكرة عندنا هي بتسهل على العميل، بندور على الدواء بتاعه ومشوار خصوصه ومنطقته، هو بس بيصور الروشتة أو بيكتب الدواء، بيعمل بحث عن الطلب بتاعه، بيروح لأقرب صيدليات تكون منطقته بتجيله بس، والصيدلية اللي عندها الدواء بتوافق على الطلب بتاعه، بيدفع دليفري من الصيدلية، بيروح يوصلها للعميل مكان ما هو محدد منطقته بتجيله بس. إنها فكرة بتحاول تساعد العملاء اللي هي لو في دواء صعب إن هي تقدر تبقى تجيبه من المنطقة اللي هي فيه تقدر تدخل يبقى عنده سهولة. يبقى إن هو يطلب الغرفة بتاعه من أي مكان، أي دواء بيدور عليه يقدر يشوفه من أي مكان، ممكن ما يعرفش الصيدلية اللي عندها الدواء بتاعه أو مش عارف أقرب صيدلية بتاعته، فده بيسهل على العميل إن هو يقدر يطلب الدواء من أي مكان. طب بالنسبة للناس اللي عاملين على نفسهم تأمين صحي في النقابات والشركات الكبيرة والحاجات دي، الابليكيشن بيحلها ازاي؟ كده الابليكيشن فيه برضه انواع تأمين مختلفة، يقدر ان هو يحدد نوع التأمين المشترك تبعه، الصيدلية اللي بتوفر نوع التأمين ده بتعمل قبول للطلب، يبقى لها برضه المريض مشترك في نوع التأمين ده، ومن خلال كده بيقدر ان هو يستفيد كمان بالتأمين بتاعه. طب الابليكيشن ده مصري؟ مصر 100% و مصر اسكندراني. اسكندراني. طب انتم هتتوسعوا في السوق العربي والسوق العالمي بعد كده؟ اه يعني احنا ان شاء الله الخطوه الجايه ان احنا عاوزين نطلع بره مصر، يعني نطلع في السعوديه زي ما احنا، فان شاء الله يكون بالتوفيق.